توفي قبل أيام ملياردير أسترالي بمرض السرطان اسمه علي بانيت. علي بانيت هذا عندما أخبره الطبيب أنه مصاب بالسرطان وأن أيامه أصبحت معدودة بادر بالتبرعات وبادر بعمل الخير، وكان يقوم بعمل الخير أيضا قبل ذلك، كان يقوم بالمشاريع الخيرية في غانا وفي بوركينا فاسو وفي أفريقيا بشكل عام. ملياردير، عندما أخبره الطبيب أول ما قام تبرع بسيارته لفقراء أفريقيا وقيمة السيارة 600,000 دولار، وكذلك تبرع بساعته قيمتها 70,000 دولار، وكتب وصيته قبل أن يموت بأن كل ثروته تكون للفقراء في أفريقيا. هناك دروس وعبر الإنسان يأخذ من موت هذا الشخص. دائما أسأل الله سبحانه وتعالى، استعيذ بالله من موت الفجأة، فالمرض نعمة. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. عندما يكون الإنسان مريضا يعني يأتيه مثل هذه الأمراض السرطان وغيره، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيراجع حساباته ويراجع يعني يكثر من الخير، التوبة والإنابة والذكر والصدقة والمعروف والإحسان، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الموت الفجأة، فموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن مثل هذا النوع من الموت. الموت الفجأة يعني ربما تموت بحادث غرق أو كذا، ما تدرك أن تقول كلمة الشهادة أيضا. فهذا الشخص بمجرد ما سمع بدأ يعظ الناس، يدل الناس على الخير ويرشدهم إلى الخير، وكان متواصل مع الناس حتى في أيام الأخيرة، كل يوم يبث فيديو ينصح إخوانه وأخواته المسلمين باللغة الإنجليزية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويدخل الجنة ويتقبل منه صالح أعماله. وحسن الخاتمة في هذا الشهر أيضا، هو توفي في رمضان، وهذا أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يموت في هذا الشهر الفضيل. فلموت بعض الناس دروس لنا، كما لقصص الأنبياء دروس لنا، فخذ درسا أو دروسا من موت بعض الناس. من الدروس المستفادة أيضا في موت علي بانيت أن الإنسان يحاول أن يتصدق وهو في حياة، في الحياة وفي الصحة وفي نعمة، لأن لا تنتظر الصدقة ممن يرث مالك، فهم مشغولون بالنيران وجمع الأموال وتقسيم الأموال والحصول على أكبر حصة، فبادر وأنت في حياتك. وهذه الصدقة وأنت في حياتك لا شك أن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم بكثير مما تتركه تنتظر أولادك يتصدقون لك. فبادر يا عبد الله أن تتصدق وأنت في صحتك، أنت في خير، أنت في نعمة، أنت في غنى وفي فقر أيضا. ثم أعلم، أنسى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة قط أبدا. لا تنتظر أنك تتصدق مالك ينقص، لا بالعكس، مالك يزداد بالصدقة، لأن ملائكة كل يوم ملكان يدعوان، اللهم أعطي منفقا خلفا، منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهكذا ليمسك يضيع ماله ولينفق يضاعف ماله، هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى وهكذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، الأجر يتضاعف، فاحرص وبادر. بارك الله فيك، صلى الله سبحانه وتعالى.